يا ولا فامي، مرحبا بكم وكنشكركم على التفاعل ديالكم كيف العاده. جيم ابوني قبل ما كيبدا الفيلم، ومني كيسالي الفيلم كتخليو واحد كومونتير واش كان الملخص زوين ولا خايب. نبداو الفيلم ديالنا. الفيلم كيبدا بواحد البنت اللي سميتها بيبي، كانت تابعه واحد الشخص فوق الموطور. فجاه داك خونا طاح ودار اكسيدون، ويتعاونوا داتو لواحد المستودع باش داويه. انفو دخلوا المستودع، دخلوا في علاقه غراميه. هنا بنعاد ضربها الفيقه، وعنعرفوها بانها كانت غير كتحلم. وشافت الخاتم ديال الخطوبه في صباحها، هو دخل الحبيب ديالها اللي الاسم ديالو كايو، ومن هنا لواحد سيمانة غادي يتزوجوا. واليوم يلاه رجع من السفر. هنا فين قال ليها راني غادي نشهد ضد الباترون ديالي في ديك التجاره اللي كيدير، وكان جاب لها واحد الكادو، جوج طوانق ديال الذهب ما كيدوروش. هادشي اللي خلاها يعجبها الحال بزاف، ولكن واخا داكشي كتبان كاعيه. هو يقول لها مالك، واش عندك شي مشكل؟ وهي تقول لي راه حنا كندوزو من واحد المرحله ماديه صعيبه، داكشي علاش فكرت بانني خاصني نبيع الموتور ديالي. هو يقول لها واقيلا عندك الصح، صافي غير بيعيه حتى نديرو لاباس وناخذ شي جوج ماطر ماشي غير واحد. النهار الثاني كتكون كتقيس في الكسوه ديال العرس هي وصاحبتها، ويتعاود لها على الحلم اللي كانت حلمات. قالت لها شوفي راني حلمت واحد الحلم، ولكن بقى فيه الحال. حقاش الحلم اللي حلمتها انني كنت داخل في علاقه غراميه ماشي مع الحبيب ديالي، مع واحد الشخص ما كنعرفوش اصلا. نقزت صاحبتها قالت لها شوفي هادشي ما كيعنيش انك خائنه، حقاش غير حلمتي به. اما التفسير ديال الحلم الحقيقي هو انك كتخوني راس، حقاش هاد القرار اللي باغي تاخذي واقيلا ماشي هو هذا. ولكن بيبي قالت لها شوفي انا مقتنعه بهذا الزواج هذا، وباغي نتزوج من كايلو، واصلا ما عديش لقانا فاش ندخل في شي غولاسيون اخرى او نبدا نتعرف على شي واحد من جديد. الغد في الصباح كانت في الشركه، هنا غادي نشوفوا واحد الصديق ديالها اللي انتيم خدامه هي وياه. جا عندها قال لها غدا عندي المقابله في المحكمه مع الباترون ديالنا. وهي تقول لي بيبي واش نمشي معاه؟ قال لها لا ما كاينلاش، راه غير واحد الجلسه اللي عاديه ما كاينلاش تمشي معايا. ولكن بيبي قالت لي شوف غادي نمشي معاك، اصلا انا وياك خدامين في نفس الخدمه. وافق باش تمشي معاه، وبداو خارجين. وهي تشوف واحد الموتور اللي ديال صديق ديالها. هنا فين جاها الشك، وهي تقول لي في اخبارك راه عندي بحال هذا الموتور هذا، ولكن للاسف انا غادي نبيعه. واخا ما باغاش نبيعه، ولكن عندي واحد الظروف داكشي اللي خلاتني نبيعه. واصلا انا غادي نغير حياتي وغادي ندخل في واحد المرحله ديال الحياه الزوجيه، محاوش غادي نحتاج هذا الموتور كاع. ملي وصلوا للمحكمه بيبي كانت مريحه بحال الحضور، ولكن فجاه غادي يدخل القاضي. وهذا القاضي شكون هو؟ هو الشخص اللي حلمات به بيبي هذاك النهار. بدات الجلسه والحبيب ديالها اعترف ضد الباترون ديالو، حقاش هو الباترون ديالو كان كيدير غسل الاموال. سالت الجلسه وخرجوا بثلاثه، وهو يقول للحبيب ديالها انا اللي غادي نسافر عاوتاني حقاش عندي الخدمه بزاف. بقات بيبي والصديق ديالها في الخدمه، وهي تقول لي شوف انا دايره واحد الحفله ديال العزوبيه وضروري ما تحضر ليها، هذا غادي يكون اخر حفل نقدر نجمع انا وياه ونديروا اللي بغينا. الصديق ديالها قال لها ما كاينلاش عندي بزاف ما يدار، غير استمتعوا نتوما الدريات بيناتكم. هزات بيبي الموتور مشات ضربت بيه دويره، حقاش هي اخر دوره عند الضرب هابي. ونهار الحفله كانت بيبي كتضحك وكتنشط مع صحاباتها وكتحاول تخلقها لو ماكسيموم، بقاش هذا اخر حفل ليها. واحد شويه جاها واحد صندوق فيه واحد الهديه، وتقول لها الصديقه ديالها راه ما عرفناش شكون اللي جابه وحتى السميه ما مكتوباش. ولكن فاش فكات داك الصندوق لقات بزاف ديال التصاور ديال الحبيب ديالها كيخونها مع بزاف البنات. ختنا بيبي ما عرفاتش واش تشطح ولا تبكي، بقات صابره صابره ويدخل الطواليت. ملي دخلت الطواليت بقات كتبكي تماك، وبقى فيها الحال بزاف هذاك الشيء اللي دار ليها الخطيب ديالها. جات عندها صاحبتها كتدق عليها في الطواليت، قالت لها خرجي راه كلشي كيسول عليك. ولكن بيبي ما بغاش تخرج. الصديقه ديالها عيطت للصديق ديالها في الخدمه تياكو باش يجي هو اللي يقدر يخرجها، ولكن حتى هو ما قدرش يخرجها. ويقول لها شوفي صافي غير خرجي، وتقول لي هي لا ما غاداش نخرج، واش بغيتو الدريات ديال الحفله كاملين يضحكوا عليا؟ هنا فين طاحت واحد الفكره على الصديق ديالها، قال لها شنو غنديروا؟ غادي نمشيو للشركه فين خدام الحبيب ديالك باش نكتشفوا واش بصح كيخونك ولا لا. ملي سمعت هاد الشيء تخرج، مشات هي وصاحبتها والصديق ديالها للشركه. وقف واحد الموظف قالوا ليه انني الخطيبه ديالو، بغيت ندخل البيرو ديالو باش ندير ليه واحد المفاجاه. في الاول قال ليها لا، ولكن هي صافي سمات باش تدخل البيرو، ودخلت البيرو كتقلب باش تلقى شي دليل على الخيانه ديالو. بقات كتقلب حتى لقات البيسي ديالو، حاولت تدخل ليه ولكن المود باس ما عندهاش. هادشي في لقات واحد الكارت فيزيت اللي فيها واحد الميساج كاتباها ليه واحد الدريه للحبيب ديالها. هنا فين تاكدات بان صاحبها كيخونها هادي عامين. ختنا ويطلع ليها طونسيون مع هود ليها السكر، بدات كترول في داك البيرو وكتهرس في كلشي. هزات البيسي ورجعت عند الاصدقاء ديالها. ملي رجعت صاحبتها قالت ليها هادشي راه عادي يا صاحبتي، انا اصلا راني كنتداخله في واحد العلاقه غير مع السيكوريتي ديال الشركه. بداو كيضحكوا واحد شويه، ولكن بيبي باقي هزه في قلبها عن باغي الله. هنا فين قررت بيبي انها غتسد عليها في الدار، دخلت في واحد الحاله ديال الاكتئاب، بقات عاطيها غير الشراب وكتحرق اي حاجه كتجمعها ما بينها وبين الحبيب ديالها. تجلس عند الصديقه ديالها وقنعاتها، قالت لها شوفي بارك عليك من هاد الدراما هذه، نوضي يا صاحبتي خلينا نخلقوا السعاده ونعيشوا الحياه. قنعاتها قبشوا عند الكوافور، صبغات شعرها، دارت واحد الميك اب حتى لدرجه الصديق ديالها في الخدمه ما عرفهاش. نتا عربيه تعرفت ولات بوكوسا عاوتاني. وتمشي للشركه وتقول للصديق ديالها، قالت لي قطع العلاقه ديالك كامله بالحبيب ديالك. قال لها شوفي راه ما يمكنش، راه هو الموظف ديالنا، وكذلك الا قطعنا الهضره غادي نقطعوا حتى الدخل الرسمي ديالنا وما نلقاوش باش نعيش. وهي داوي معاه، هو يجيها واحد لابيل من عند القاضي اللي في المحكمه بانها نسات واحد الوراق وتقدر تجي تاخذهم. ما حاولاش تفكر بزاف، مشات نيشا للمحكمه باش تلاقى مع القاضي. اما ماركو اللي هو القاضي فاش شاف بيبي حتى هو تلف ليه الالي مع الروت،
مكسور، ما عرف يهضر، ما عرف يوقف، ما عرف يسكت. هادشي هو اللي خلى المساعد ديالو يبقى كيضحك عليه. صلات معاه الهضره وهي تخرج بحالها، ومني كانت خارجه بغيت تضرب على الموتور ديالو بقات كتشوف فيه. هنا فين غادي يجي الحبيب ديالها، غادي يقول لها شوفي عافاك سمحي ليا، وديك الهضره ديال التاسف وانه مابقاش عنده حتى شي علاقه بهذيك الدريه اللي كان كيخونها معاه. وهي تقول لي شوف هاد الهضره هذه كامله غير كولها، انا ما كتهمني حتى شي حاجه، تصاحب معاه ولا ما تصاحبش معاه، اصلا انت كنتي مصاحب معاه دابا عامين. بدا كيشد من يديها وهو يجي البطل ديالنا اللي هو القاضي، وهو يقول لها واش كاينه شي حاجه تما كنقدر نعاونك فيها. الصديق ديالها ما قالتش شي لعيبه، قال لها شوفي غادي نبقى ضروري نجي يوميا عندك حتى تسمحي لي. قاضي استغل الفرصه ويقول لها شنو نمشيو نشربوا انا وياك شي حاجه، ومايمشيو لواحد البار كيتعرفوا على بعضيات. هنا في عاودت لي القصه ديالها كامله مع الحبيب ديالها اللي فيها الخيانه. واحد شويه بيبي عاد ضرب لها واحد الدريه كتشوف في القاضي، وقبل من هذا الشيء سولات وقالت له واش انت مزوج، قال لها لا ما مزوج. هذا الشيء هو فين خلى القاضي ملي شاف الدريه قال لها صبري عطيني واحد دقيقه غنمشي نشوف شنو بغات ونجي. باينه كيعرفها. ومن كانت راجعه ويتعيط للصديقه ديالها قالت لها شوف انا مشيت درت واحد الديت مع القاضي وحاولت نقلب عليه باش ناخذ لي زانفورماسيون ديالو، ولكن حتى شي حاجه ما كاينه في لي ريزو سوسيو. ملي وصلت للدار لقات الدار كامله مرونه، عرفاش بان الخطيب ديالها كان في الدار. ويتعيط للصديق ديالها في الخدمة، بقاو مريحين مع بعضياتهم كتعاود ليه وهي تعاود ليه الاستوار اللي وقعت ليها مع القاضي. ولكن خونا بيست فريند قال ليها شوفي ما كنصحكش تدخلي معاه فشي علاقه، واصلا انت يلا خارجه من علاقه توكسي، هذا الشيء ما مزيانش لك. ولكن هو كيقول لها هذه الهضره هذه حقاش هو اصلا هي كتعجبه. هنا فين جاها فاسفاس قال ليها شوف انا نقدر نكون الحبيب ديالك وما تبقاوش غير اصدقاء، يلا بغي بوسق. ولكن بيبي قالت ليه لا ما يمكنش ما خلاتوش. البيست فريند ديالها قال لها ماشي مشكل انا كنتفهم هادشي كامل اللي كتقولي فيه واللي كديري. صافي هو يقلب الست تعود ويعوج. انا فين قررت بانها ما تبيعش الموتور ديالها وعاد مشي تسابق مع واحد خوتنا كيديروا السباق بالموتور. ملي مشات لعندهم تصادمت بواحد القضيه اخرى بان القاضي حتى هو كاين مع هاد المجموعه هاد. واحد خونا اخر بغى يتقرب من بيبي، ولكن القاضي ديالنا نفيس ما خلاش ليه فرصه فيه يتقرب ليها. هو يقول لها شنو عاد ديري، غادي نمشيو نشوفوا انا وياك الغروب ديال الشمس. وافقت بطبيعه الحال، مشاو كيتفرجوا على الغروب الشمس بجوج وكيهضروا بطبيعه الحال. وهي تقول لي فاس، قالت لي فاس راني فايته حال ما بك قبل ما نعرف. يلا بغات تبوس ويبوسها ويجي واحد لابيل، هادشي اللي خلى اللقطه الرومانسيه ما توقعش. هنا فين غادي تكعق الفتاه ديالنا بيبي، تعيط لصاحبتها في ابيل فيديو وعاود تعاود ليها كلشي، وكانت مريحه حتى البحر. هنا فين نرجع للقاضي ديالنا ويقول لها سمحي لي على اللقطه اللي كانت وقعت قبيله، قالت لي لا ماشي مشكل، اصلا انا ما فياش لي دخل في شي غلاصي وعاوتاني. ولكن خونا البوغوس ما خلاهاش فين تكمل الهضره ديالها حتى اللي عطى اللقطه. ولكن واحد لقيته حتى غادي نشوف واحد خونا كيصور فيه. ولكن في الصباح ملي فقت من النعاس لقات واحد الرساله محطوطه حدا الكوافوز، اشنو مكتوب فيه؟ سمحي لي راه كان خاصني نمشي، ونهار اللي غادي نتلاقى انا وياك غادي نقول لك الحقيقه كامله. هادشي اللي خلاها يطلع عليها الدم وما تبقى فاهمه والو. ومني خرج باش تاخذ الموتور ديالها ويتلاقى مع داك الشخص صاحب النادي، هو يقول لها شوفي غادي نعطيك واحد النصيحه غير بعدي من ماركو، راه ما يليقش لك. حقاش داك السيد ما كنعرفو عليه حتى شي حاجه، وحتى شي واحد ما كيعرف ليش لعيبه، وحتى هو ما كيبغيش يهضر. رجعت للخدمه ديالها في الشركه، هي خدام ويجي واحد الفيديو في البيسي ديالها، وهذا الفيديو هذا ملي كانت هي وماركو. هنا في ما فهمت بيبي والو، وهي تعيط لصاحبتها قالت لها شوفي واقيلا هذا غير الخطيب ديالي هو اللي تبعني وصورني. ومني رجعت للدار هزت البيسي ديال الخطيب ديالها القديم، وهي تعرف المود باس ديالو. ومني عرفت المود باس ديالو عرفت بانه حتى هو كان مورط مع الزعيم ديال العصابات كلشي، ومن الاول كان غير كيكذب عليه. وهما بار كان كيهضر ويجا واحد لابيل مع هذا القاضي، بغى يتلاقى هو وياها. صاحبتها قالت لها شوفي غير سيري عنده، واش انت ديما يبقى يوقع لك نفس المشكل؟ ولكن هي قالت لي لا ما غنمشيش. صاحبتها قنعاتها باش تمشي عنده، وهي تنوض بيبي ما كانت لبست واحد لاروب مزيانه وهي تمشي عنده. وهي مشات عنده ويقول لها شوفي غادي نقول لك كلشي، قال لها كيفاش ولا قاضي وكلشي هما هاضرين. وهي تقول لي بغى نمشي للطواليت، غادي للطواليت حتى عيب لها واحد البيت ملي غادي تكون غتلقى هذاك البيت ديال الدراري الصغار، ملي غادي تبيعها القاضي ديالنا ما خلاش تدخل داك البيت وغادي يسد الباب. وهما يمشيو للبيت نعاس بقاو داوين. قال لها شوفي انا صعيب باش نثق في شي وحده ولا في شي واحد، وكندرت بزاف ديال الاغلاط ودزت من بزاف ديال الظروف اللي خلات شي واحد ما تيق فيه، ولكن انت من نهار شتك تقش بزاف الحوايج كديريهم انت وتختفى فيك انت. وهما داوين هما يسمعوا شي واحد كيدق في الباب، ملي كل باب بقى واحد البنت جات عنده. هنا في عاد تشوف بيبي ما عاد فهم والو. ملي سولتها بيبي قالت لها انا راني مراته، وقالت لها شتي هذا القاضي هذا راه تخلى عليا امس الحاجه اللي كنت محتاجه ليه. هادشي اللي خلى بيبي تكعق وتخرج من الدار، هزات الموتور ديالها وغادي سايقه بالعقل. وهي غادا حتى كتشوف واحد الطوموبيل عاد تدخل فيها. ملي دخلت فيها الطوموبيل دازت واحد المده في السبيطار في غيبوبه، حتى فاقت واحد النهار ملي فاقت لقات غير الصديق ديالها والصديقه ديالها. وهي تقول لي واش اخباركم الاكسيدون اللي درت؟ راه ماشي عاديه، راني كنحس بان شي واحد هو يدخل فيا بالعالي. قاضي جا عندها باش يزورها، جاب ليها الورد وخرج برا بقى دايف في التليفون. واحد شويه حتى غادي تكتشف بيبي بان القاضي عنده بنت، وهاد البنت من المراه اللي كان جات عندهم، ولكن هي مريضه. واما الزوجه ديالو كانت كتحاول تنتحر حقاش مني ولدات ولات مريضه، وهاد المرض هذا اثر عليها بزاف. هادشي هو اللي خلى
لا القاضي ما يبقاش مزوج بها او لا ما يبقاش معها في نفس الدار. عاود ليها القصه ديالو كامله وانه ما بغاش يرتبط مع شي بنت او اللي يحب شي بنت. حتى نهار تلاقيت معك فيه انتيا وحبيتك من قلبي واحد شويه غادي تبان لينا بيبي بان مشات عند الصديق ديالها باش تعاود ليه. ولكن الغريب في الامر ان الصديق ديالها هو يطلع منه كامل هادشي اللي كيديره. هو اللي كان كيصورها وهو اللي كان كيدير بزاف شي الحوايج وكانت غادي معاه في الطوموبيل ولكن ما خلاهاش باش دوي. واحد شويه القاضي كيصوني ليها ولكن قال لها شوفي ما تجاوبيش. ولكن غفلاته وهز التليفون يجاوب وما يوصلهم واحد الغابه. هذيك الغابه لقات فيها الحبيب السابق ديالها وهي وهو يقول الحبيب السابق ديالها هاك المسدس اقتلها. اما الحبيب السابق ديالها ما قدرش يقتلها. هنا فين غتغفلوا بيبي واحد البالا واحد الضربه يلاه بغات تقتله. هو يجي الصديق ديالها خاد الفردي قتل الحبيب ديالها وبغى يقتلها حتى هي. قنا فين غادي يدخل ماركو وغادي يتيري فيه. ومن عاد دوز المده ديال 6 شهور غادي يبان لنا القاضي وبيبي داخلين في علاقه غراميه. ومن هاد الوقيته هادو هما داخلين في علاقه غراميه. وهذا الشيء هو اللي كيخلي الفيلم مثالي. نتوما ما تنساوش الكومونتير ديالكم واش كان الفيلم زوين ولا خايب. ان شاء الله ديال اليوم كيبدا بميليندا. وهاد ميليندا مزوجه براجلها ووالد الدريه ولكن كتخون الراجل ديالها قدام عين. والغريب في الامر انها كيشوفها كتخونه وما كيقول والو حقاش كيبغيها بزاف. ولكن في الصراحه حتى هو كيدير واحد الحاجه اللي ما عارفهاش هي. هما بجوجهم عايشين في واحد الدار بخير كل واحد كيتمنى الاخر السعاده والحياه المثاليه. واحد النهار غادي يشوفها وهي كتخون فيه مع واحد صديق ديالها في الصالون. ومن طلعت عنده قالت لي شوف متبقاش تشوف فيه دوك الشوفات اللي كدير قبيله. وهي تاخذ الصديق ديالها تدخل البيت وتسدو عليها. اما راجلها بقى كيتسنى حتى الصديق ديالها يخرج. وفاش خرج ويقول لي شوف غادي نعطيك واحد النصيحه ما تحاولش تبقى مع مرتي بزاف حقاش الصديق ديالها اللي قبل منك راهم قتلوه. الصديق ديالها قال لي شكون اللي قتله؟ قال لي ما عرفتش ولكن انت راك حاضرينك من دابا باش يقتلوه. الصديق ديالها ملي سمع هادشي هو يخرج. ومن عرفات ميليندي بان راجلها خوف الصديق ديالها جات بقات كتعرق ليه علاش كدير بحال هكا واش انت سوقك باش عرفتي الصديق اللي قبل من هذا راهم قتلوه. هو يقول لي راني غير كنضحك معاه غير هو اللي كيحسب لي انني كندوي بصح. قالت لي علاش كتضحك انت اصلا بهذا الضحك هذا؟ انا اصلا راني توحشت مارتن ويا ربي يكون ما مات. وقالت لي شوف غدا نعيط على الصديق ديالي باش يتعشى معنا وغتعتذر ليه قدامي. وداك الشيء اللي كان جا الصديق ديالها وريحو كامل على الطبله كيتعشى ويقول لي شوف انا غير كنت كنضحك معاك. وهما كيتعشاو وتقول ليه ميليندا مرتو شوف قالت لي غير سنى عس الدريه وخايني انا وجون مريحين كنستمتعوا بالوقت. هذاك الشيء اللي دار طلع باش ينعس بنتهم. اما ميليندا بقات مع جون بقاو مريحين. وفاش نزل هو من عند بنته لقاهم في واحد الوضع ماشي هو هذا. هو يدخل الكوزينه بدا كيقرقب بالعاني باش يفهموا وصم ويزكاو ويتبعوا ميليندا. قالت لي علاش كدير هادشي واش كديروا بالعاني باش جون يسمع شويه بشي بحاله؟ والزوج ديالها دار كاس لجون ويقول ليه شوف انا راني ولا قتلت صديق ديالها مارت. جون هو يتخلى قال لي علاش كتقول لي بحال هكا؟ قال لي انا كنقول لك بحال هكا باش حتى نتايا تنوض دابا ولا غادي نصدق قاتل. ملي سمع جون هاد الهضره هادي هو ياخذ طاكسي ومشى بحاله. جون اختفى وميليندا تعرفت على واحد الشخص اخر. ملي تعرفت على هاد الشخص هذا سميتو شارلين وكان كيضرب البيانو. وهما يشوفهم بجوج الزوج ديالها ملي شافو طلع عليهم الدم ويرجع للطوموبيل ديالو لطا. ملي رجع هو قام حيد الخاتم ديال الزواج عمر ليها البانيو باش دوش وبقى كيشوف داك البانيو. مشات هي دوشات وشافته بانه طالع عليه. واحد النهار ميليندا عرضت على تشارلز يجي عندها للدار باش يديروا واحد الحفله وهما كانوا كاملين داخل البيسين كيعوموا. اما الزوج ديالها كيشوف فيهم وكيتسنى حتى البخار يبدا. ملي كيبدا البخار هو يهود الماء من التحت باش شي واحد ما يشوفه هو يقتل تشارلز. هنا فين غادي نعرفوا بان الزوج ديالها هو اللي كيقتل الاصدقاء ديالها كاملين ولكن ما كيخليش الاثار. ملي قتلو هو يرجع للحفله حتى حاجه ما كاين. واحد شويه بدا كلشي كيغوت ويجي ميليندا وتقول لي شوف انا عرفتك انت اللي قتلتي. ملي جاو البوليس ما لقاو حتى شي اثار بان الزوج ديالها هو اللي قتله. داس واحد المده ميليندا تعرفت على شخص اخر وتقول لي جي عندي للدار باش ناكلوا شي حاجه. وداك الشيء اللي وقع جابته للدار وريحوا كاملين كياكلوا وقدام الصديق ديالها راجلها كيشوف. وهم مريحين كيتعشاو سالاو العشاء. ميليندا طلعت هي والصديق ديالها للبيت وهذا الشيء خلى الزوج اللي كيشوف فيه كامل بانها كتخونه قدام عيني. الغد في الصباح دار حتى حاجه ما كاينه وهز الطوموبيل ويتمشى وغادي قاصد صديق ديالها الجديد. ويقول لي فين فلان؟ قال لي فين؟ قال لي طلع معايا وصل غادي. قال لي لا ما كاينلاش. بقى كيانسيستي عليه باش يطلعوا. من وصلوا ويدي لواحد الواد. من يداه لذاك الواد هو يقتلق وياخذ لاكارت ناسيونال والبسطام ديالو كامل. رجع للدار بحال حتى شي حاجه ما كاينه ويتسولوا ميليندا. قالت لي شوف واش ما باش لك صديق ديالي جديد؟ قال لي لا. قالت لي شوف طالع على يدي واحد وباغا مع من دوي. هنا فين استغل الزوج ديالو الفرصه وقال لي اجي نهضر انا وياك وعنق وحاول يملا ذاك الفارغ اللي كتحس به الزوجه ديالو قبل ما تعرف على شي واحد اخر عاوتاني وتضيع من يد. الغد في الصباح هو يقول لهم شوفوا غنخرجوا نديروا البيكنيك. امشي انا وياك وبنتنا لواحد النزهه. ملي مشاو لديك النزهه مشاو نفس الواد اللي قتل فيه الصديق ديالها. وهما كيلعبوا وكيضحكوا بنته مشات للواد. اما راجلها شاف الجثه ويقول لهم يلا مشوا بحالنا قبل ما تشوف الجثه مرته وتصدق ما حصلها. وصلهم للدار هو يرجع باش يخبي الجثه مزيان. ومن يرجع كيخبي في الجثه هو يشوف واحد الراجل وشاف الجثه. الراجل عرفوا حتى هو غادي يقتلو هو يهرب ولكن تبعوا بيكالا مزيان حتى لواحد الوقيته خرج ليه في الطريق. الراجل خاف بالطوموبيل بغى يخوي عليه هو يتلاح حتى هو ومات. ولكن هذا الراجل هذا مات بلا ما يخونه مع مرته غير مكتاب ليه مسكين يموت وصح.
الصغار. اما ميليندا في الدار صابت البسطام ديال اخر صديق ديالها، انايا عرفات بان الزوج ديالها هو اللي كيقتل جميع الاصدقاء اللي كتعرف عليه، ولكن ما دارت والو، شدات داك البسطام وحرقاته وتسنات حتى جا. ومن يجي راجلها ويتقول ليه راه عيط ليا طوني وقال لي راه كلشي بخير، وهو يسولها الزوج ديالها قال لي علاش انتي كديري هادشي كامل مع الاولاد، واش بغيتي تسمي عاهره؟ قالت لي لا انا ماشي عاهره، انا كنشوف بان الرجال ديال العالم كامل ديولي وتا شي وحده اخرى ما تقدر دير. ومني عرفات القاتل انا فين قالت ليه ما غاديش نبقى ندخل مع شي واحد في شي علاقه وما بقاش نخول، وسال الفيلم ديالنا تلاقاو في فيلم جديد مع ملخص جديد. يا مرحبا بلا فامي، وكنشكركم بزاف على التفاعل وعلى الدعم ديالكم، صراحه كتحمروا لي وجهي، القناه كتطلع بسبب ديالكم نتوما وبسبب التفاعل ديالكم، داكشي علاش كنقول لكم كنبغيكم كاملين واحد واحد. الفيلم ديال اليوم اللي كيدور على ايميلي ولوك، هما خدامين نفس الخدمه ولكن داخلين في واحد العلاقه غراميه اللي بالسر، حقاش الخدمه ديالهم ان حتى شي واحد ما يدخل في شي علاقه غراميه مع الاخر، ولكن هما ما مسوقينش، داخلين في علاقه غراميه ولكن في السر. هما مشوش خدامين في واحد الشركه كيحلوا في البيانات اللي عندهم واحد المود جلاخه. اما لوك كيعجبو واحد البوست، وهذا البوست هذا كاين فيه واحد الشخص اللي خدام معاهم طبيعه الحال، والدور ديال لوك هو انه كيبقى يعمر الاخر في راسه باش ياخذ واحد الاسهم، ودوك الاسهم الا تباعو مزيان المدير كيفرح، الا ما تباعوش المدير كيكع، وهادشي كامل كيديروا لوك باش يجري على هذا الموظف هذا ولوك ياخذ المنصب ديالو. حتى لواحد النهار لوك قال الموظف خذ هاد الاسهم راه يتباعو 100%، ولكن للاسف ما تباعوش. هنا فين فرح لوك وقال صافي خديت المنصب انا اللي غنولي في هذاك البوست، ولكن المدير ما عطاش ليه، هو عطاه للخطيبه ديالو او الصديقه ديالو، هادشي اللي غيخليه يكع. وعطنو دروينه في الفيلم، ايميلي كان كيحسب ليها من تاخذ هاد البوست هذا لوك غادي يكع، ولكن لوك شنو قال ليها؟ لا بالعكس انا اصلا كنت باغي نشوفك في المراتب العليا. وكملوا الحياه ديالهم نورمال، هي ولات خدامه في واحد البوست مزيان وهو باقي في البوست ديالو، والعلاقه باقا مستمره في السر ديالها. ولكن الخدام اللي معاه اشنو دوك كيقولوا؟ كيقولوا بان ايميلي راها مصاحبه مع المدير، هادشي هو اللي خلاها يعطي هذاك المنصب. اما لوك ملي كيسمع هادشي العافيه كتشعل فيه وكيحاول ما يبينش، حقاش الا تبين غادي تفرشو. وباقا ما حبساتش هنا، ان ايميلي ولات كتعطيه خدمه بزاف، حقاش هي ولات الشافه ديالو، هادشي هو اللي كيخليه يتعصب وغادي يخرج من الشركه وغيمشي يضرب شي كيسان. هادشي اللي غيخلي ايميلي تبعو وتقول لي شوف ما عندك لاش تكع، ما عندك لاش تعصب، انا اصلا راني كندير في واحد الخطه باش حتى انت ترقى وتطلع لواحد البوست زوين. حتى لواحد النهار ايميلي قررت تقول للمدير بان لوك راه شخص مزيان كيخدم مزيان، من الاحسن نعطيه واحد الترقيه. هو يصدم المدير بواحد القضيه اخرى، اش قال ليه؟ بان لوك راه ما خدامش عن جدار واستحقاق، راه خدام غير بالواسطه، زعما باك صاحبي راه غير واحد السيد اللي جا عندي طلبني وخليش يخدم معانا. ملي سمعت هي هادشي ضربها الماء مع الضو. ملي رجعت ايميلي للدار ما بغاش تقولي داكشي اللي قال ليها المدير، ولكن هي حاولات تواسيه، كتقولي اجي ناكلو كيقول لها ما بغي، كتجي تعنقو كيقول لها شكرا، كتقول له يلا نمشيو البيت نعس كيقول لها ما فيهاش، بحال الا بدا كيدير لها العصا في الرويضه، هادشي اللي غيخليها تمشي تنعس وما تهوقش ليه حتى هي. الغد في الصباح ايميلي كتجيها واحد المرسيدس اللي كتوصلها للخدمه، اما باك لوك كيمشي غير طوبيس، هادشي هو اللي كيخليه يزيد يحقد. اضافه على ذلك ان في الخدمه المدير كيبقى يتقرب لايميلي، وهادشي اللي كيشوفو لوك كيزيد يشعل فيه العافيه. بدا كيدور ليه في راسو بان حتى ايميلي وقال له داك البوست ما خاتوش عن جداره واستحقاق، وقال كاين شي حاجه ما بينها وبين المدير، هو يبغي ينوض الروينه في الشركه، رجع للعاده القديمه ولا كياخذ دوك الاسهم وكيبيعهم بالخساره، هادشي باش يطيح ايميلي في الفخ، ولكن هي عايقه به بانه هو كيدير هادشي. هي فين قالت ليه ما تبقاش دير هادشي، واش باغي تخرج عليا ونخرج عليك؟ ومن يرجعوا للدار كل واحد شاد قنت، ولكن ايميلي بقى فيها الحال. هي فين قررت بان تنوض تدلع علينا الشاب لوك ويتقول لي عرفتي شنو عدير؟ داك العصب اللي خرجت فيك في الخدمه خرجوا فيا انت دابا، ولكن باك لوك باقي هاز في قلب. عاوتاني مشات وخليته الغد في الصباح، مشات للشركه. هي فين تلاقات مع المدير قال لها اشنو درتي في دوك الاسهم اللي خدينا خاسرين؟ قالت لي كون هاني راني وبعتهم. من يسمع المدير هادشي هو يعطيها واحد الشيك اللي فيه 500 دولار. ايميلي طلعت بنت الناس، انفو شافت الشيك وهي تعيط لوك، قالت لي شوف هادشي راني عارضه عليك انا باش نخرجوا نعيش شويه الحياه. اما باك لوك اللي منحوس منحوس قال لي لا، قررت تمشي بوحدها تزها مع راسها شويه. ولكن ملي رجعت للدار باك لوك ضرب على الشيك، ومني شاف الشيك كيحسب لي بان كاينه شي حاجه بين المدير، هادشي هو اللي خلاه الغد في الصباح يمشي للشركه وهو طالع ليه. انفو وصل للشركه لقى واحد البوست خوا ويقول زقق هذه هي الفرصه ديالي باش حتى انا ناخذ واحد المنصب اللي مزيان. ما حاولش يفكر هو يدخل عند المدير تلاه على ركابي، بدا كيطلب فيه عافاك عطيني داك البوست عطيني داك البوست. ملي شافت هاد الديكور هذا بيان سيغ ما تحملش راسها، هو كيطلب فيه ويدخل واحد السيد ويقول ليه المدير اسمح لي هاد السيد هذا وراه جاي باش يخدم لنا في هاد البوست هذا، خونا ويضربوا الضو ويخرج بحال هكا
ترجع للدار. من يمشى هو يضربها بواحد الغبره ثلاث ايام، اي ملي كتقلب عليه وكتسول فيه فين كاينه في الهات. حتى واحد النهار هو يدخل باكلوك للشركه ضارب واحد الشوميز بيض وهاز واحد السكاره مع عامره ورا، مع دخل بدا كيشتت في دوك الوراق وقال ليهم شوفوا اليوم انا جاي باغي نرونها، ما بقات لا خدمه لا توزع، انا اصلا باغي نخرج وملي غادي نخرج غادي نقول لكم كل شيء. انا واملي رحنا مصاحبين 5 سنين وهذا الشيء كنا كنديروا في السر، وهذه الشركه قرا ما شركه ما توزع. كحل على املي وكحل على راسه، المدير بقى غير كيشوف. هو يخرج من الشركه وخلاهم. والمشكل الكبير ان هذا النهار هذا املي كانت باغا تقدم الخطيب ديالها للمين دارهم، ولكن مع صونات ليها ما قالت ليها جي احنا كنتسناوك، مشات نيشان يعني مع مشات وجات عطالي واحد المسمنه قلوجه خلاته وخرجت من الحفله. دخلت الطواليت باش تبكي، هو يتباع باكلو مع دخل نوضوها كومبا تماك، من الكومبا رجعوها علاقه حميميه. هادشي اللي خلاها تفيق في الصباح ولقات وجهها كامل عامر بالضرب ديال البارح، دات البوماده باش تدرك داك الزروقيه ديال الوجه ويتمشي للشركه بحال حتى شي حاجه ما كاين. تلاقات مع المدير قال لها واش داكشي اللي قال لي بصح ولا لا، قالت لي شوف ما يمكنش راه كل كان بصح كل انا قلتها لك، وغير هو ملي شافني انا ترقيت دار هاد القضيه هادي باش يخرج لي على المنصب ديالي. المدير حتى هو ما كيفكرش بزاف تيق املي. فاش رجعت للدار لقات الصديق ديالها جامع بالسق وبغيرو البحال، وتقول ليه فين غادي، قال لي صافي باغي نمشي بحالي. خدمني سمعت هادشي ويتهز واحد حاده ويتقصد، قالت لي دابا غتبكي وغتطلبني وتقول لي انا ما غاديش نمشي وانا راني الحبيبه ديالك. ومني بهدلاته مزيان قالت لي دابا تقدر تهز حوايجك وتمشي الله يسهل عليك. مني سمعت هادشي سال الفيلم ديالنا. نتلاقاو ملخص جديد كيف العاده، الى عجبك خلي لي كومونتير.